عمل سجون عمل بيعتمد على فيزياء الجسد. جسد علم جديد في العالم وهو بيعتمد على توصيل الرسالة من خلال جسد ممثل أكثر من الحكي. فأنا بلعب الراوي اللي هو السجان وهي هو دور كتير بتطلب للرقص والحركة الدائمة فيمكن من أصعب الأدوار اللي لعبتها لهلأ بحياتي المسرحية لأنه 60 دقيقة بزحش على المسرح. السجون هي رحلة من الرحم إلى القبر. أنت يا إنسان شو عملت؟ عملت كومة سجون سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية. أول المسرحية أنا الشخص اللي بدي أرجع للرحم، بديش أطلع للحياة، بديش أبدأ حياتي. باخدي أنا الرحلة من الرحم، بعدين البيت، قديش السجون اللي بنفرضها على أولادنا وقديش بنسكر دماغهم، المدرسة قديش بنسكر دماغهم وقديش بنفرض عليهم قيود، بعدين المجتمع، مجتمع بتعدديته، بعدين أخذت سجون ثابتة، في سجون ثابتة مرعبة وهي السجون السياسية، أخذت العراق الاستعمار، العراق وفلسطين اللي لغاية الآن واقعين تحت الاحتلال، أخذت أيضاً الأحاديين الفكر، يعني أنت كافرة، أنت مؤمن، مين أنت لتقيم وتعطي هذه الأحكام وغيرها من الأحكام. ثم أخذت التكنولوجيا وقلنا أن التكنولوجيا باستخدامها السيء تصبح سجون. خلال المسرحية إحنا الثمانية مو سجان، إحنا السجينة، بنصير إنه بدنا نطلع بس كيف والسجان على رأسنا. أنا بلعب دور السجان اللي هو المسيطر على السجناء. هي مسرحية سجون، يعني في سجناء وفي سجان. طبعا السجان بيفوت بدور كمان المسجون لأنه كلنا في سجن خاص لنا، المسجون والسجان هو نفس الشيء. هي دعوة كل واحد يسأل ما هي سجوني، ما هي سجوني؟ وفي سجن معنوي اللي هو الرحلة الافتراضية في الحياة. هل تفكر يا بني آدم 60 سنة 70 8 سنين قديش عمرك؟ ماذا تفعل؟ ما هذا سجن معنوي وسجن افتراضي، يعني دعنا نفكر ونتأمل قليلا. بفتنة الطحين فصرت سجين السراب. هذا عرم وأنا بلدغ بالراب، يعني ما زبطتش.